تعهد وزراء ماليه ومحافظ البنوك المركزيه من الصين واليابان وكوريا الجنوبيه بتعزيز التعاون بينهما قالوا في بيان مشترك انهم سيسعون الى مساعده الاقتصادات المتضرره من الوباء من خلال تدابير مستهدفه وتعهدوا بتحقيق الانتعاش الشامل والحفاظ على الاستدامه الماليه على المدى الطويل والحفاظ على الاستقرار المالي مشيرين إلى أن التوقعات الإقليمية قد تحسنت وسيعملون على وضع مبادرات جديدة لتعزيز شبكة الأمان المالي الإقليمية للأسيان زائد ثلاثة